خلينا نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ ستارمر بفوز حزب العمال بالاغلبيه وتكليفه برئاسه حكومه بريطانيا. كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اكد ان الرئيس وجه الحكومه بالتواصل مع المواطنين لحل شكاواهم. كمان معانا القوات المسلحه احتفلت بالعام الهجري الجديد 1446 هجريه، القوات البحريه استقبلت وفد من الامم المتحده، أخبار تانية هنستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخالص التهنئة لكير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية. وكتب الرئيس السيسي: أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية، متمنياً له التوفيق والنجاح ومؤكداً تطلعنا لاستمرار التعاون بين بلدينا بما يعكس العلاقات الوثيقة اللي بتربط البلدين والشعبين الصديقين والعمل المشترك اللي بيجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. بتسهم المنظومة بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بهذا الشأن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هجرية بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات البحرية استقبلت وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية. بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن تطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والاقتصادية، أعقب ذلك جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة اللي بتمتلكها القوات البحرية. امبارح وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزعت وزارة الداخلية مساعدات عينية على أهالي المناطق الحضرية الجديدة انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة.